غسلش وشه؟ ليه ما غسلش وشه؟ مواجهة مشكلة الأطفال بلا مأوى كان ركن مهم في برنامج الرئيس السيسي من 2014، عشان كده كلف وزارة التضامن بدراسة الظاهرة والاطلاع على أفضل التجارب الدولية والتصدي ليها، ووجه صندوق تحيا مصر عشان يشارك في تمويل أول برنامج قومي لحماية الأطفال بلا مأوى، بتنفذ وزارة التضامن بالشراكة مع جمعيات أهلية مصرية وبدعم من تحيا مصر، لأنه بالتعليم والرعاية والحماية نقدر نكتشف في أولادنا قدرات ومواهب مدفونة، لأنهم في الأول والآخر ولاد مصر. مؤسسة الحرية دي أحد المؤسسات اللي البرنامج بيطورها. البرنامج بيطور 6 مؤسسات من حيث البنية التحتية و21 مؤسسة من كافة البرامج والأنشطة. المؤسسة دي بدأنا فيها تطوير في 1/2016 وانتهى التطوير في 1/1/2017. استلمناها، كانت المؤسسة ديت الأسر الإقامة والعنابة بتاعت الأطفال كانت كلها مهدمة، كل دورات المياه مهدمة، اتغيرت كل ده تماما، طورت كل دورات المياه بما يتناسب مع عنف الأطفال وسلوكياتهم، من حيث ان كل أدوات السباكة والصرف الصحي والحاجات دي كلها مدفونة وراء السيراميك بحيث تعيش أطول فترة ممكنة. ويتعمل عندنا صالة ألعاب كاملة للأطفال من بلياردو وبلاي ستيشن وبينج بونج وكرة سرعة، وعندنا برضو كملنا الجهاز الوظيفي في الدار بحيث يشمل كافة التخصصات من أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومدربين نشاط متخصصين، مدرب تربية رياضية، مدرب موسيقى، مدرب تربية فنية. برضو طورنا عندنا المكان من حيث ان كان الأطفال هنا ما فيش حديقة ألعاب، نعمل لهم حديقة ألعاب متكاملة لسن الأطفال من سن 6 سنين لسن 12 سنة. تكلفة المشروع مخصص من تبرعات المصريين 114 مليون جنيه موجهة كاملة للأطفال عشان نحرك ظاهرة أطفال بلا مأوى من داخل الشارع لداخل دور رعاية أكثر أمنا للأطفال. أنا شيف هنا في المؤسسة. عندنا الجدول في نظام المطبخ، جدول دوت معمول من وزارة الصحة. عندنا يعني مثلا السبت بيبقى لحمة وخضار ورز وفاكهة والسلطة. عندنا معايير الجودة بتقول ان كل مؤسسة او كل عدد اولاد معين لهم اخصائي اجتماعي واحد. كان عندنا عجز رهيب في العدد الأخصائيين الاجتماعيين والجهاز الوظيفي، بدأنا نسد العجز في الجهاز الوظيفي طبقا للمعايير دي. لقينا برضو عندنا عشان نجيب الأولاد من الشارع آلية جديدة، فرق الشارع دي قائمة على استحداث آليات لجذب الأطفال من الشارع إلى المؤسسات أو إلى أسرهم أو إعادة دمجهم مرة تانية في المجتمع. أقسم بالله العظيم وأن أعمل على تحقيق مصالحهم جميعا، وأن أعمل على تحقيق مصالحهم جميعا. هيبتدي واحد من التلاتة هيعمل الطفل وهو نايم، والاتنين التانيين داخلين عليه وهو بيتكلم، بيبقى يحاولوا يتعاملوا بهدوء وحذر علشان طبعا هو مش عشان رد الفعل بتاع الولد. دي الدخلة بتاعتنا، كل واحد بيتعامل بمهاراته الشخصية في الدخلة دي، طرق من طرق الجذب. يعني هم بيشتتوا فكره خالص ان هم يكونوا ناس هيضروه، لان هو طول ما هو عايش في الشارع ناس بتستغله، فهم بيحاولوا يكسروا القاعده دي. هم كده بيتعاملوا في المرحله الاولى، لسه المرحله الثانيه ما جاتش. ان شاء الله هكون بعد كده هناخده الوحده المتنقله عندنا ويبتدي نتعامل معاه بقى ونعرف نفسنا، هيبقى لها شكل خاص خالص داخل العربيه غير الشارع خالص. والعربيه دي الفايده بتاعتها ان هي تعتبر من اهم الاداه لفريق الشارع اللي بينزل بيها في البؤر تجمع الاطفال، علشان نقدر نعمل بيها ادوات جذب للاطفال في الشارع. ودي مكونة من جوه فيها أقسام، أول جزء فيها جزء النشاط للأطفال، في شاشة عرض ليهم بنستخدمها في التوعية وأداة من أدات الجذب ليهم، وبعد كده في حجر الأخصائي النفسي بيقدر يقعد مع الطفل ويقدر يعمل ليه يتعرف على المشاكل بتاعته اللي هي والسلوكيات بتاعته اللي ممكن تكون عامل من نزول الولد للشارع. والجزء الثالث اللي في العربية جزء عيادة متنقلة بيكون فيها عندنا مسعف مدرب للتعامل في حالات
الطوارئ، لو الولد محتاج اسعافات اوليه او محتاج احاله للمستشفى بناخده بالعربيه نوديه للمستشفى. الفكره الجديده اللي بتميز بيها البرنامج ان احنا عندنا ثلاث احجام من الوحدات المتنقله، والسبب في ده ان في بؤر ومناطق اللي الولاد بيتجمعوا فيها بتكون ضيقه جدا، فمش كل العربيات هتقدر تدخل المناطق دي. يعني العربيه الصغيره تقدر تخش الحواري والاماكن اللي الولاد بيتجمعوا فيها عشان نقدر نتعامل معاهم. كان الطفل اللي انا لقيته كان اسمه يوسف، ولد ما شاء الله عليه ذكي جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا نقنعه ان هو يروح المؤسسه، لان الشارع معرض ليه لاخطار كتيره جدا، منها الناس نفسها اللي كانت عايزه تستغله استغلال سيء، لان الولد متكلم فكان هيجيب لهم دخل شهري ليهم او دخل يومي ليهم، والحمد لله نجحنا في المهمه دي. مشاكل وضعف تعز وتتجلد اجي اضحكوا عليك عشان دي دور يعني اضوءك، واللي عاوزين يضحوك بيبيعوهم فلوس. عاوز اقول مفيش، عشان كل طفل في هذه في المناطق اللي مش كويسه ديت يجوا منشاة نظيفة، يجوا حتة نظيفة، يجوا أكل نظيف، بس ناكلوا أكل وسخ. فأنا بتاكل من الزبالة، وبجد ما بيلاقوش ياكل. ما بيتسمى ثواب عند ربنا، ما بيتسمى ثواب عند ربنا، ده ثواب عند ربنا. يعني تلاقي طفل في الشارع زي كده شلته وديته مكان راحة وأكل وشرب، هتخش الجنة.